هناك العديد من الأماكن الجميلة على مستوى العالم، فهناك أماكن بحرية، وهناك أماكن جليدية، وهناك أماكن صحراوية، وهناك أماكن طبيعة وأثرية. فكل شخص في هذه الدنيا لديه اهتماماته المختلفة عن الأشخاص الآخرين، وطبيعة الأماكن التي يفضل زيارتها واستغراق أوقات طويلة أو حتى قصيرة فيها، وذلك بهدف الاستمتاع. كان من المميز بأن تكون كل دولة لها خصوصيتها في معالمها وأماكنها الجميلة تختلف عن الأماكن الأخرى، مثل باريس الكثير يفضل الذهاب إليها وخصوصا الأثرياء، وذلك بهدف التسوق. بالإضافة إلى الأردن فهي تشتهر بالأماكن السياحية والأثريات العريقة، ومصر كذلك. كما أن كثير يفضل أيضا الذهاب إلى إندونيسيا، وذلك لمناظرها الطبيعية الجميلة، ويقصدها عدد كبير من الأفراد لقضاء أوقات ممتعة. فعلى الجميع أن يذهب إلى مناطق سياحية، وأن يستحب الشخص عائلته أو أصدقائه أو أقاربه للاستمتاع سويا، وأن يكون ذلك حسب المقدور المادي للفرد، لأن بعض الرحل تحتاج إلى تكاليف باهظة. إذن لننطلق ونتعرف على أجمل الأماكن في العالم. جزيرة بولينيسيا الفرنسية تقع في وسط المحيط الهادي شرق أستراليا، وهي تتكون من مجموعة من الجزر يطلق على عاصمتها اسم بابيتي. وتتميز هذه الجزر بطبيعتها الساحرة ومناخها الاستوائي وتنوع أحيائها المائية. جزيرة بالي الإندونيسية هي من الجزر التي تتمتع بجمال مميز يمكنها من جذب السياح من مختلف بقاع الأرض وأنحاء العالم، وهي تحتوي على المرتفعات البركانية والغابات الاستوائية والمدرجات الزراعية والشواطئ الذهبية. ومن أهم شواطئها شواطئ كوتا وشاطئ جيمبرن وشاطئ سنور وشاطئ نوسا، وجميع هذه الشواطئ تحتوي على فنادق راقية وأسواق ومجمعات ضخمة. شلالات الملاك في فنزويلا. من المعلوم أن فنزويلا تقع في شمال قارة أمريكا الجنوبية، والإسبانية هي اللغة الرئيسية السائدة فيها، وهي تعتبر من الأماكن حديثة الاكتشاف، حيث أن العديد من أراضيها لم تمسها يد الإنسان حتى الآن. في الحقيقة تعتبر فنزويلا واحدة من أجمل المعالم السياحية المعروفة للسياح الغامرين والمكتشفين القادمين من مختلف بقاع العالم، ويعتبر شلال الملك الموجود فيها من أعلى شلالات العالم وأكثرها ارتفاعا عن سطح الأرض، وهو يتمتع بمنظر خلاب يسحر المشاهد، حيث أن الشلالات تتدفق من قمة جبل مسطح يرتفع 979 متر عن سطح الأرض، ثلاث أضعاف ارتفاع برج إيفل في فرنسا، ويقع في شرق محمية كانيما الطبيعية. مرتفع موتور هورن في سويسرا. يعتبر هذا المرتفع واحدا من أشهر المرتفعات الطبيعية الساحرة الموجودة في سويسرا، واحد رموزها، حيث أن شهرته في سويسرا توازي شهرة برج إيفل في فرنسا. ويعتبر هذا المرتفع وجهة للسياح ومحبي رياضة التزحلق على الجليد في الشتاء والصيف، ويقع في قرية زرمات السويسرية، وواحد من أفضل المرتفعات في سلسلة مرتفعات جبال الألب. تنتشر العديد من المرفقات السياحية في المنطقة، والفنادق والأكواخ والفلل الشتوية، وتعتبر سكة القطار الذي يصل إلى قمة الجبل واحدة من أفضل المرافق في المنطقة، حيث يصل إلى أعلى قمة الجبل مرورا بالمياه والغابات والأنفاق في رحلة هائلة لا تنسى. بحيرة كاريرا من أروع ما يمكن مشاهدته في العالم، فهذه البحيرة يوجد فيها الكهوف الرخامية حيث تدهش الناظرين، ويمكن للقوارب أن تمر من خلالها، والذي يزيد جمالها لون تلك الكهوف الذي يتغير بين الحين والآخر، مرة يبدو لون أزرق فاتح بلون السماء ثم يتغير إلى اللون الأزرق الغامق بحسب الحالة الجوية. إن هذه البحيرة المدهشة تقع بين الأرجنتين وتشيلي. بحيرة بليتفيتش. تقع هذه البحيرة في كرواتيا، وهي محمية طبيعية رائعة، أكثر ما يميزها وجود الحيوانات المختلفة في محيطها، وهي حيوانات نادرة الوجود مثل البومة والدب البني والنسر. ومما يزيد من روعتها وجود الجبال التي تحيطها وقد غطتها الزهور الملونة التي تنعكس ألوانها على المياه بتأثير الشمس. شكرا على المشاهدة. يمكنك أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات.